السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف ما أقدر أرد على تعليقاتكم لأن إحنا عندنا يوتيوب وفيسبوك وغيره، فكل شوي. لكن أنا جبت واحد موظف مختص يجمع هاي التعليقات، أكثر من موظف يجمعون التعليقات ويدزوا ليها على شكل صور، وبعدين أنا جاي أخذ هاي الصور وأجاوب عليها. هسه راح نقرأ أول تعليق. سجاد الكربلائي من اليوتيوب: شلونك استاذي؟ أنا عندي طموح وليل ونهار أفكر شلون أصير أفتح مروع. مروع مروع يا سجاد، مروع قصده مشروع، مشروع محل ملابس وأحذية، وجاي أجمع فلوس فت سنة أبدي إن شاء الله. سجاد الكربلائي يقول إنه أنا بديت أجمع، يعني صارت عنده تفكير، وأنا طبعًا أحييك على هاي الشغلة. صار عنده طموح وبدأ يجمع، بعد سنة حسب حساباته هو بعد سنة ممكن يبدي مشروع. سجاد شايف ألف خير إن شاء الله مقدمًا، كلش حلو مشروعك إن شاء الله ويا رب ينجح. ومشاريع الأحذية والملابس مشاريع كلش حلوة، بس مجرد أنت تحتاج لك فد مكان، عرفت شلون؟ وحاول تاخذ البضاعة الشعبية، إذا أنت بكربلاء أخذ البضاعة الشعبية، لأن البضاعة الشعبية رخيصة وتمشي بسرعة، مثلا الأحذية التنزيلات، التراكسودات التنزيلات، واشتغل بالصيفي لا تشتغل بالشتائي، لأن موسم الشتاء كلش قصير وما تلحق تبيع، فأنصحك بالموسم الصيفي.